كيفاش بدات الحكايه؟ باهي بدات من بلاتو تونس اليوم، معناتها بمحمد بوغلاب وزملائه، باش من بدات الحكايه هكاك طالعه بشوي، من بعديك تعديت الحوار التونسي برمته، من بعديك بطبيعه راس السلام داد عائشه سامي فهري هذيك عادي معنا حتى مشكل، من بعد شفتك زعيم العصابه في المنطق هذا. يقولوا يمكن فما غضب بصدق، مش متاع واحد قاعد ينبر عليك، معناتها مش متاع واحد قاعد يلوج لك والا شاري شبوك، لكن الغضب هذا الصادق الموجود جي لامبرسيون وانه فما شكون مروح عليه بالقدا يزهر في الكينو وزاد شعار، معناتها كانوا هما جمرتين عمل منهم مروح بالقدا، دونك تعديت للفريق الكل برمته تونس اليوم، تعدات قناة الحوار التونسي والانطباع اللي عندي صحح لي كان أنا غلط، ومن غاديك مشيت لو جي تي تي للاتحاد، وليت نحس اللي احنا كنا معناتها الإعلاميين يا أخي شنو دخل الحوار التونسي في لو جي تي تي؟ علاش ولينا احنا فرد شكارة معناتها للنقد حسب رأيك؟ شوف انت عطيت يعني ميتافور استعاره من اجمل ما يكون. اللي شاعل النار هو تحكم يعني في وقت اللي قدح عرف لقيت، اما يعرفش النار هذيك وين تنجم توصل. ما يعرفش اللي قاعدين يزهروا تو مش عارفين اخره النار هذيا وين تنجم توصل. بداوا شعلوا النار بداوا في نحله. وانا الكلام هذا قلت للامين العام تحدى عن تونس للشغل سي نور الدين الطبوبي وقت اللي كلمني باش يعبر عن تعاطفه ومساندته. قلت له سي نور الدين انتوما جايين راهو. كي نتضربوا احنا ويتم ترهيبنا، كي تتضربوا انتوما ما يتكلم حد. ناس تخاف. بداوا بالصوابع. بالاطراف لان الاضعف. وما فماش تضامن في بعضنا. جمله. ما فماش تضامن، يقول لك بالضربه مش في راسي خلي ياكلوا. اعتبارات برشا اعتبارات أي. خلي تضرب بالحوار مش قضيه. محمد بوغلاب خلت انا عمري ما ننسى وقت اللي بديت في الحوار التونسي بعد اشهر قليله جيتني انت سامي قلت لي قالوا لي هذا محمد بوغلاب منين جبته شبيك تطلع فيه؟ عمري ما نسيتها. شعلوا فينا احنا النار راهو مجازيا، وكان عندهم القدره في الواقع يعملوها. اللي طالب بالاعدام على صفحة الفيسبوك لو يقدر يعملها في الواقع يعملها. مشى للاتحاد، انت تضمن غدوة ما يسكروش تلفزة أخرى؟ تضمن غدوة ما يعاودوش اعتصام قدام التلفزة الوطنية 57 يوم والمنشطة أو الصحافي اللي داخل يناديوله باسمه يا فلانة يا اللي بيك يا اللي عليك؟ أنا وقت اللي عملوا هذا ما سكتش، قلت راهو اللي صاير عيب. مانيش قادر رافي برشا من المهنة اللي يقول اللي صاير هذا راهو عيب. تعرف على شنو قاعد مش مشكلة معناتها هكا، ولكن انا عمري ما كنت محايد باش يقولوا مانيش محايد. عباره اللي خاطر انا ما نحبش نحسب روحي ما في بالي بحد شيء، وانترفيو ما نجموش نقولوا هي انترفيو عاديه ماشي انترفيو عاديه، انا ومحمد انا وياك نقابلوا عقيله مره في الجمعه معناتها ونشوف فيك ونرى فيك كيفاش عايش ونعرف اللي انت تقلقت برشا خاطر العباد ما تعرفش اللي انت حساس تنفعل، اما راهو حساس وعندك كان ديفو نقول لك يا محمد اشتزك تو تجري في الشبوك وتحبهم ما يردوش عليك معناتها ما وتنفعل. وتحب نقول لك حاجه، راني ساعات نبدا نحكي معاه ما محمد انجليزي نحبك وكذا اوكي، يقول لي يدخل كلامك هذا في النافخات زمرا، دخل من هنا خرج من هنا، مش لازم نقول شنو اللي خرج معناتها مش قاعده راهو الا تقول فيه ماشي قاعده معناها ما يعنيش مواني راهو فما تنفعل ننفعل هذا صحيح نرفوزي صحيح انا بايا يرحمه وتصيح نصيح يقولوا تصيح شبيش فعلا نصيح تصيح يحكيو يقولوا انت تدخل القهوه نبدا قاعده نواك في طاوله لازم نصيحه باش نسمع بعضنا يبدا حال التلفزه وحاط يعني مطرب يعني في سيدي كيفاش يحكيو التوانسه شو نصيح لعل استثناء يعني الشعب السويدي لا بالحق اللي يسمع التعليقات علياني يقول والله عايشين في فنلندا ونحطوا معناها يعني موسيقى سمفونيه الصباح شوف انت سلوكنا نصيح ونرفوزي صحيح اما لا يعني انه لا شو معناها نرفوزي؟ طريقه لاني نحكي انا من قلبي مش ساعات صحيح يضيع المعنى
ساعات صحيح السياح يضيع المعنى احيانا واعب هذايا ونحاول نصلح الناس ما تنتبه لكش وقت اللي تكون تواني معنى شد الرجل الفترة هذه حد ما يقول لك ولا والله اما جرب نرفع صوتي انا شد الرجل الفترة هذه يا مهدا